السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، ياريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن رؤية التوت في المنام على ما يدل. ده اللي هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة للرؤي، لو شاف نفسه ان هو بيأكل التوت، هنا بيدل على ايه؟ بيدل بالنعم الكثيرة للرائي بأمر الله تعالى. بيدل كمان على ان ربنا هيرزقه بمال كثير جدا، وكمان بيدل هنا على المكاسب اللي هيشوفها الرائي في حياته، يعني في الفترة القادمة للرؤي مكاسب وأموال ورزق وأشياء كثيرة جدا بأمر الله تعالى، بتدل على الخير والسعادة للرؤي بأمر الله تعالى، وكمان بتدل على سماع الأخبار السراء للرؤي. رؤية التين الأسود أو رؤية التين الأبيض للرؤي في المنام بتدل على الرزق الواسع، برضك هنا بتدل على الرزق والأموال الكثيرة بأمر الله تعالى. لو الرأي شاف في منامه أن هو عنده شجرة من التوت، ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على أن ربنا هيوسع في رزقه من الأموال الكثيرة جدا، وأن كمان ربنا هيرزقه بذرية كثيرة جدا، منها الأولاد ومنها البنات، يعني ربنا هيرزقه بذرية كبيرة جدا، وكمان هيرزقه بأموال كثيرة جدا جدا بالنسبة للرؤي في المنام. دي كانت رؤية التوت في المنام. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو، وأي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات، وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.